رمضان في الأدب العربي. نور يطل على الوجود ويشرق، كم باتت الدنيا له تتشوق، ترنو لمطلعه لتشهد بدره، رمضان إن هلاله يتألق. فكرة وإعداد وتقديم أمل الجهورية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم مستمعين الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم رمضان في الأدب العربي، حيث نأخذكم في حلقة اليوم وفي حلقات قادمة للحديث عن قصائد شعراء عمان في شهر رمضان. وشاعرنا لليوم هو الشيخ العلامة أبو عبيدة حمد بن عبيد السليمي، مولده في موطنه الأول سدي من أعمال إزكي عام 80 و200 ألف هجريا، فقيه حاذق بصير في الأحكام الشرعية، ذو رأي وسياسة ودهاء، جمع في شخصه عدة أمور، فهو قاض ومدرس ومفت وشاعر من أجود شعراء العصر الحديث في عمان. وصف بقصائده أحداث عصره، فهي وثائق مهمة في هذا الجانب، ترك تلامذة مشهورين ومؤلفات قيمة، من بينها الشمس الشارقة في علم التوحيد، وهداية الحكام إلى منهج الأحكام، وخزانة الجواهر في الفقه لخمسة أجزاء، والعقد الثمين في الدعوى واليمين. توفي عام 1390 هجريا بعد أن عمر 90 عاما. ولشاعرنا قصيدة ترحيبية بشهر رمضان، ذكر فيها مكانة هذا الشهر الكريم، واصفا إياه بخير الشهور، ذاكرا فضائله وبركاته، حاثا فيه الصائمين على حسن العبادة واستثمار ليالي الشهر الكريم في العبادة، مبشرا إياهم بخير الثواب في جنات الخلد، معددا مشاهد من جزاء الصائمين في الجنة، محذرا إياهم من عذاب جهنم وحر نارها، حيث يقول الشاعر في قصيدته: أهلا بشهر صوم ذي البركات، خير الشهور وسيد الأوقات، أهلا به رمضان، أهلا مرحبا، نهي عن الفحشاء والشبهات، شهر يفوق على الشهور بليلة، عن ألف شهر جاء في الآيات، فيه الملائكة الكرام تنزلت، عن أمر ربي قابل التوبات، يستغفر الصوام في أيامه من أمة الهادي، إلى الخيرات قد رتلوا القرآن، ثم دموعهم تجري إذا قاموا إلى الصلوات، باتوا لربه من مهيمن ركعا أو سجدا، يدعون في الظلمات، قد آثروا شهر الصيام وهاجروا طيب المنام بمرقد العطرات، عرفوا الصلاة فبادروا لقيامها، طوبى لهم والفوز بالجنات. يا مدركا للشهر صمه كاملا، وعليك بالتقوى عن الشبهات، فعساك أن تحظى بفوز الله في يوم الجزاء، وتفوز بالمرضات، في جنة الفردوس جار المصطفى، متنعما في أحسن اللذات، والغافلون فهم يناموا ليلهم في فراشهم أحياء كالأموات، وصيامه فرض علينا واجب، وقيامه من أفضل الطاعات، كل لون دائما ما تشتهي دان، وفيه دائم الشهوات، في قبة من سندس وأرائك، ومعانقا للحور والغادات، هل ذاك خير من عذاب دائم لجهنم تهوي إلى الهامات، وعقارب تسعى إليه وروحه من مدة التعذيب واللسعات. يا رب يا رب زحزحنا بجاه المصطفى عن حرها يا غافر الزلات، يا رب واجعلها شفيعا في غدي، حتى تفوز الخلق بالدرجات، ثم الصلاة على النبي وآله، مغرد القمري في الفلوات. كنا وإياكم مستمعين الكرام مع الشاعر العماني أبو عبيدة حمد بن عبيد السليمي، ملتقانا بكم يتجدد في الغد بعون الله مع شاعر جديد وقصيدة جديدة من قصائد شعراء عمان في شهر رمضان. نشكر لكم طيب متابعتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.